صدقوني لو أحصل شيء أصغر من هالخشبة رسمت عليها عشان أبيعها عليكم بعدين. يلا تعالوا نسوي لوحة صغيرة ثانية تونس لوحتنا هذه. نزلت أزرق بنفسجي أصفر، وهذا شوي أزرق غامق أخضر نيون، يعني لوحتنا بتولع. أول شي بأخذ الأزرق الغامق وبحطه هني، الحين بحط الأزرق الفاتح وبدمجه، بأخذ شوي من الأصفر بحطه هني وبدمجه، بحط عليهم شوية أخضر هني البنفسجي بحطه هني كامل على هذه المنطقة، بحط تحته شوي من الأزرق الفاتح، الحين بأخذ أبيض بسوي نجوم بالأسود، برسم هني جبال صغيرة بزيد هني بعد ديتيلز صغار. آخر تاتش البني الغامق نحطه حول اللوحة. خلصنا، شوف اللوحة شلون صارت، حالها كيوت تجنن. خليها أخذها، موسون بعض الحين، شوفها شلون تبين بتصوير كاميرا الآيفون.